قضية الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أبرز القضايا اللي شغلت حيز كبير بالعالم، وخاصة بالوقت الحالي بسبب كثرة الأنشطة والإقبال عليها والخدمات الرهيبة اللي تقدم بها. ولذلك كل الجهود الأمنية والصحية والخدمية بالزيارة الأربعينية موجودة، بس ما ممكن إنه العالم تشوفها لو ما وسائل إعلام تنقل هذه الصورة، وأكيد وسائل الإعلام ما راح تقدر تلبي كل هذه الأشياء لو ما أكو جهات ساندة إلها وتوفر لها أشياء حتى تكون بالموقع الصحيح وتنقل الصورة الحقيقية عن كربلاء وما يجري بيها، لأن كل القوانين وكل الحسابات تنزال وتبقى الصورة قدامكم، ملايين الناس والخدمات كبيرة وكل شيء متوفر، لكن أكو كواليس اللي سيطر على كل هاي الملايين، واليوم راح نشوف عمل ثاني تماماً بالكواليس، عمل هيئة الإعلام والاتصالات. مفارز الأمن، مفارز الصحة، ومفارز كل الدوائر الخدمية راح نلقاها على المحاور منتشرة في كربلاء وداخل المدينة القديمة، والكل يشوفها، لكن اللي ما تشوفوا الناس اللي تحمي السماء من التشويش ومن العبث بأمن المدينة لربما بعض الأحيان، وأيضاً تسهيل عمل الجهات الأمنية اللي هي تعمل عليها المفارز الخارجية بهيئة الإعلام والاتصالات. يكون الباندات المستخدمة هنا اكو عليها تداخل او ماكو عليها تداخل. مفارزنا اللي منتشرة على محاور نجف كربلاء، حلة كربلاء، وبغداد كربلاء، وداخل المدينة القديمة، وداخل مركز مدينة كربلاء، لها عمل جبار ودؤوب. ومنذ اللحظة الأولى بدخول أول زائر انتشرت وبدينا الخطة الأمنية، انتشرت عندنا فرق أكثر من 175 فريق جوال بعجلات الرصد الاحترافية، الأمماس والتيارماس والسيجنال شارك. من خلال هاي الفرق الفنية الراقب عمل الشبكة، طبعاً الفرق الفنية المتواجدة للهيئة بالتنسيق مع كوادر من الشركات الهاتف النقال، فريق فني مشترك منتشر بكل شوارع، نراقب من خلاله يعني التدنيات اللي تحصل بالشبكة، حتى من خلال هذا الفريق الفني نحوله إلى غرفة العمليات يتم معالجته ويتم فحصه مرة أخرى. زين. عندنا حددنا خلال هاي الأيام المضت يعني اللي بلشت بها الزيارة، تعرف السنة أعداد مهولة كلش، هاي الفترة شخصنا تقريبا 90 إلى 95% من النقاط الضعف عندنا. طبعا مع شركات هاتف النقال وكل الجهات ذات العلاقة تابعنا حركة الزائرين وتفاصيلهم، هاي كلها تحضيرات ما قبل الزيارة، من كل المنافذ وصولا إلى كربلاء، وشنو المعوقات من السنين الماضية، وين كان عندنا خلالات، شنو الطرق الميسمية اللي يسلكها مرات الزائرين من باب السهولة وصولا إلى كربلاء. وبالتالي اليوم كانت الأمور عندنا يعني الحمد لله ما كفت مشكلة كلش كبيرة من ناحية الاتصال. الهيئة حينما عملت من خلال غرفة العمليات بالدرجة الأولى ومن خلال الجولات الميدانية للفرق الهندسية والفنية المختصة التابعة للهيئة والتابعة لشركات الهاتف النقال بإشراف الهيئة، تابعت موضوعين مهمين غاية في الأهمية. بالدرجة الأولى متابعة جودة خدمات الهاتف النقال ومستوى استقرارية الشبكة ومعالجة المشكلات بشكل آني وسريع، وهذا هو الهدف من تواجد شركات الهاتف النقال ميدانياً مع فرق الهيئة وفي غرف العمليات. عندنا كوادر فنية مدربة على آخر يعني مدربين إلى أبعد الحدود، تمام، عندنا سيارات اختصاصية، منظومات اختصاصية، منظومة جودة الخدمة، عجلة جودة الخدمة بها أجهزة
مختصة بقياس جودة الخدمة، جودة المكالمات وجودة الانترنت اللي يعني اللي نستلمه من اللي يستلم المواطن. بما يخص عملكم الأمني وترتيب الترددات اللي موجودة بالجو، احنا اليوم مو فقط بجانب الاتصالات شفنا وجودكم لدعم القطاع الأمني، لا بل شفنا هيئة الإعلام والاتصالات هي الأساس بتنظيم عمل القطاعات الأمنية. أحسن، تعرف حضرتك في هكذا ظروف وفي هكذا زيارة عالمية الأكبر نوعا وكما في العالم تأتي قوات ضيفية، يعني مثلا على سبيل المثال ولا الحصر بلدية كربلاء المقدسة مرخصة من قبل الهيئة باستخدام الأجهزة البينية وأجهزة الاتصالات اللاسلكية الـ UHF والـ VHF بطيف ترددي معين يخصص من الهيئة، ولكن عند دخول قوة ضيفية من بلدية بابل أو النجف أو أي محافظة ساندة بالتالي راح يأتي بأجهزته البينية أيضا المرخصة من الهيئة، ولكن بترددات قد تتضارب وتتشابك الأجواء فيما بينها. دورنا رصدها وتنظيمها وتنسيق ما بين هذه الجهات ومنح ترددات مؤقتة لهم بحيث تكون نداءاتهم مؤمنة. زيارة الأربعين صارت بكل مكان موجودة، على الشاشات وعلى المواقع وحتى بالكتب، لأن بيها خفايا وأسرار عظيمة بحكم الأعداد الرهيبة اللي تدخل بيها واللي تحتاج إلى جهود جبارة لنجاحها. وعلى الرغم من أنه كربلاء أعلنت فنادقها عن عدم وجود أماكن لأنه أعداد الزائرين كلش هواية، وهاي السنة هي سنة استثنائية، الزخم بأعداد كبيرة من الأجانب اللي دخلوا إلى مدينة كربلاء كانت مهولة، وأيضا العراقيين اللي طبوا إلى كربلاء ربما وصلوا إلى ملايين من الناس، لكن رغم كل هذه الظروف والتحديات هيئة الإعلام أصرت على توفير سكن خاص بالإعلاميين حتى يكون لهم مكان حقيقي لنقل الصورة إلى العالم أجمع. بدينا بالتخطيط وبدينا بإكمال ما إحنا راسمين من استراتيجية سواء بالبنية التحتية الإعلامية أو البنية التحتية في عالم الاتصالات، لذلك اجتماعاتنا من قبل 6 أشهر وعلى مستوى عالي وقرارات وتشريعات شرعت لغرض عد اللجان والتنسيق مع الفنادق وحجز الأسرة ودعوة الإعلاميين وعدد الإعلاميين والإعلاميين أجانب والصحفيين الأجانب ومدونين أصحاب الحسابات المؤثرة. اليوم تعرف حضرتك الإعلام مو بس الإعلام الكلاسيكي بالفضائيات والإذاعات والمؤسسات والمكاتب الإعلامية، لا بدينا ندخل في عالم الإعلام الرقمي والمدونات. اليوم مدون أو صاحب حساب مؤثر على السوشيال ميديا يمتلك في فيديو قصير 5 مليون مشاهدة في اليوم الواحد وأكثر من ذلك، لذلك هذا أيضا يساهم ويعتبر إعلام يجب أن يكون له الدور والمساحة والتسهيل من المهام. استطعنا أنه نستضيف أعداد كبيرة من عدة جنسيات عربية عالمية، هدفنا أن نوصل صدى ما فعله الإمام الحسين في عاشوراء إلى العالم أجمع، لذلك كانت خطانا ثابتة بأن عدد كبير من اللجان، هذه اللجان مسؤولة كل لجنة فنية أو لجنة تنسيقية مسؤولة عن محور معين سواء محور التسكين، محور استقبال الضيوف بأسلوب يليق بصاحب الضيافة الإمام الحسين ويليق بالعراق وأسم العراق. نحن عدينا العدة يعني بوقت مبكر جدا لإعداد خطة إعلامية محكمة وسلسة لتسهيل عمل الزملاء الصحفيين والإعلاميين إن كانوا من خارج العراق ومن داخله. كانت الخطة على محورين، المحور الأول التعامل مع الصحفيين والإعلاميين والمصورين أيضا المحليين، والمحور الثاني كيف نتعامل مع عدد كبير، يعني حسب المعلومات اللي لدينا ولقاءاتنا اللي أجرت أكثر من 1500 صحفي وإعلامي ومدون ومصور عربي وأجنبي من أكثر من 80 دولة. هنا تتحتم علينا مسؤولية كبيرة جدا أن نعقد اجتماعات متتالية من خلال الخلية العليا لإدارة الزيارات المليونية وخاصة الخلية الإعلامية التي تضم يعني الكثير من الزملاء الموجودين
رؤساء المؤسسات الرسمية كإعلام المحافظة، إعلام قيادة الشرطة، إعلام العتبة الحسينية، إعلام العتبة العباسية، وكذلك إعلام هيئة إعلام الاتصالات. فكانت هذه الخلية تحدد ما هي جنسيات، ما هي وسائل الإعلام العربية والأجنبية. هؤلاء الزملاء الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب بكل تأكيد هو أولاً ضيف عليك، وثانيا جاي بمهمة رسمية ينقل ما يدور بهذه المدينة المقدسة وهذه الملايين لتقديم الخدمات لهم. أكو دعوات من قبل الهيئة لإعلاميين عرب وأيضاً لمؤثرين طبعاً على مستوى الوطن العربي. طبعاً. كيف بادرتوا بهذا الموضوع؟ وين وصلوا؟ وشنو اللي قدموه والهيئة؟ شنو اللي تريد توصلها من انتشارها على التواصل الاجتماعي؟ اللي تريد توصل للهيئة إذا ما تلاحظون خلال الفترة الماضية أن هناك صناع محتوى جاءوا إلى كربلاء المقدسة، جاءوا إلى العراق بصورة عامة، واحدة من محطاتهم المهمة التي صوروا فيها كربلاء. هي كربلاء المقدسة. ربما سؤال بسيط يتبادر للذهن، لماذا صوروا في كربلاء؟ استناداً لأنها معلم تاريخي، معلم حضاري، معلم ديني، معلم يعني يتوافد إليه الملايين سنوياً خلال الزيارات المليونية مثل عاشوراء والزيارة الأربعينية وغيرها. كل هذه عوامل تعزز مسألة أهمية الزيارات المليونية وفي مقدمتها الزيارة الأربعينية، باعتبار أنه يجب أن نركز على هذه الزيارات المليونية إعلامياً وينقل صوتها إلى كل الدول العالم. لذلك انطلاقاً من هذا الموضوع الهيئة دعت العديد من صناع المحتوى والمؤثرين والإعلاميين العرب والأجانب، وتكفلت بمسألة مجيئهم إلى العراق إلى كربلاء المقدسة من أجل أن يطلعوا بالدرجة الأساس على الزيارة الأربعينية ورسائلها السامية. أكبر مظاهرة سلمية في العالم، أكبر مظاهرة تجتمع فيها الناس ضمن ما يعرف بالتراصف الطبقي، أن لا يوجد هناك فرق بين الطبقات، لا يوجد فرق بين المذاهب والأديان، لا يوجد فروقات اجتماعية ولا اقتصادية. لذلك وسط هذا التعتيم الغربي نجد أنه على إعلامنا الإسلامي أن يتحرك بفعالية أكبر وأقوى لنقل ما يجري هنا في هذا البلد. في السنتين الأخيرتين نجد أن هناك تطوراً كبيراً في إعلامنا العربي والإسلامي، تحديداً في هذه الزيارة، خصوصاً يجب أن لا ننسى بأننا اليوم في عصر الطفرة الإعلامية، عصر السوشيال ميديا وصحافة المواطن. إذا كان هناك أي تقصير على مستوى الإعلام التقليدي، نجد بأن الإعلام الجديد يحاول أن يواكب كل تلك التفاصيل التي ربما قصر فيها الإعلام التقليدي. الإعلام واحد من أبرز المهام اللي يجب على الحكومة أن تهتم بها، إضافة إلى أنه الإعلام ممكن يصعد الدولة فوق ينزلها جوا. لذلك نحتاج إلى عالمية كربلاء، مثل ما هو العراق يبقى العراق التاريخ والحضارة والأدب وكل شيء. اليوم نحتاج إلى تكاتف الجهود حتى تكون كربلاء حقيقة عالمية، لأن هي بالكرنفالات الأولى بالجموع البشرية، موج من البشر يأتي من كل حدب وصوب تجاه قبلة واحدة، وبالتالي التعاون مع وسائل الإعلام العالمية مهم جدا. لكن أن تتعاون وتجيبهم وتسكنهم وتخليهم يمك وبمعيتك وتكون مسؤول عن أمنهم، هذا الشيء مهم لربما يكون جديد على العراق من بعد 2003. هذا ما عملت عليه الهيئة. احنا اليوم عندنا ممثلي الهيئة ذات الصلاحيات المطلقة بموضوع اعطاء الرخصة المؤقتة ومنح سمات الدخول في المنافذ البرية جميعها وفي المطارات العراقية جميعها. يمتلك الرخصة المؤقتة ويمتلك الختومات الخاصة ويمنح الرخصة للصحفي او الاعلامي او المدون مع معداته، يتم فحص المعدات تسجيلها ومنحها فورا رخصة نافذة لمدة شهر تكفيه لتغطية هذا الحدث. وأيضا قررت الهيئة مع الإدارات التنفيذية والتشريعية بأن تكون مجانية هذا العام لأهمية هذا الحدث.
كهيئة فريق واحد مع شركات هاتف النقل لحل أي مشكلة. بالتالي أنه إحنا وياهم قصدنا الخدمة وخدمة الزائرين وتوفر الاتصالات. لذلك يعني هاي خلينا نسميها المؤشرات اللي تجينا من هنا خلل أو هناك خلل عبارة عن فرقنا، يعني حتى الفرق الميدانية دائما تكون مزيج من شركات النقل وأحد ممثلي الهيئة. بالتالي احنا وياهم بدنا نشتغل بفريق واحد نفس واحد لحل اي مشكله. نحن حينما سياتي الينا عددا كبيرا من الاعلاميين والصحفيين والملاكات العامله في هذا المجال، كيف سيتم توفير احتياجاتهم؟ لذلك شكلت لجان، ولجان غايه في الدقه وغايه في الحرفيه، تعمل على مدار الساعه داخل مدينه كربلاء المقدسه، تتنقل من مكان الى اخر، وانتم تشاهدون زخم الطرق و حتى المسير أصبح صعب خلال هذه الأيام التي اقتربت إلى موعد الزيارة. تتابع هذه اللجان عمل الصحفيين والإعلاميين ومسألة تنقلهم مع معداتهم الإعلامية، مسألة توفير خدمات هاتف نقال وأنترنت جيدة لهم، على اعتبار أن عملهم يعتمد بدرجة كبيرة على خدمات الأنترنت التي يعني تعتمد على الخدمات الفورجي من السيم كارت. الناس اللي ما راح تقدر تجي لزيارة الأربعين راح تشاهد من خلال شاشات التلفاز أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء يصير بكربلاء من أحداث وأيضاً رسائل عظيمة. لذلك كل شيء لازم يكون مدروس، وكل الفئات وكل الناس اللي راح تجي لكربلاء راح تشوف الخدمات وراح تشوف الأمن وراح تشوف كل شيء متوفر. لكن كل هذا أكو بجهود وكواليس، أكيد الكواليس الأهم اللي راح تشوفوها من خلال كواليس الأربعين هي بهيئة الإعلام والاتصال. لكن ويا كل هذه التسهيلات ويا كل هاي الإجراءات اللي تقوم بها الهيئة، أكو رصد لكل القنوات المحلية والأجنبية. والسبب رصد المحتوى الإعلامي. لدينا في الهيئة دائرة مختصة تدعى دائرة التنظيم الإعلامي، وأحد أقسامها المهمة وأيضا في مكاتب الهيئة في عموم المحافظات الخمسة المنتشرة هي يوجد شعبة الرصد المحتوى الإعلامي. أحد أمور الهيئة التنظيمية هو مو بس فقط منح رخصة مزاولة عمل مهنة معينة لوكالة خبرية أو مؤسسة فضائية أو إذاعة، هو رصد محتواها الإعلامي، ويوجد فيه تشريع كامل وفق الدستور العراقي بأن تكون سلوكيات البث الإعلامي المرئي والمسموع. لذلك احنا عندنا رصد على مدار الساعة. هدفنا ان نوصل صدى ما فعله الإمام الحسين في عاشوراء الى العالم اجمع. حتماً إحنا اليوم داخل غرفة من عدة غرف منتشرة في مقراتنا وفي مكاتبنا، سواء في المقر العام في بغداد، سواء في مكاتبنا المنتشرة في عموم العراق، سواء في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الجنوبية. لدينا آليات رصد معينة بتقنيات رصد معينة كما تشاهدون جنابكم الكريم. هذه الآليات وهذه التقنيات نتابع ونرصد وندقق ونسجل جميع البث اللي يظهر لكل البرامج العراقية بتنوع بفقرة نوعها، يعني الإذاعة لها رصد والقناة الفضائية لها رصد. يرصد المحتوى الإعلامي وبالتالي تم تحليله وبعدة لغات، فارسي، إنجليزي، عربي، عراقي يعني باللهجة العراقية. وبالتالي احنا رقابتنا في الهيئة حسب قانون الهيئة النافذ رقم 65 المقر لعام 2004 رقابتنا بعدية وليست قبلية مثل النظام الاستبدادي السابق. يعني حضرتك اليوم إعلامي، قررت أن تبني برنامجك، قررت أن تبني منتوجك، ما راح تقول لك الهيئة انطيني منتوجك خلي أدققه وأشوفه يا الله ينشر. لا، الهيئة تضمن فقرة الدستور بهي حرية الإعلام 100% وعدم
سلوك سياسة تكميم الأفواه. إضافة إلى ذلك هنالك تحليل لما يقدمه جميع صحفي جميع إعلامي من خلال سواء كانت محطات إذاعية أو سواء كانت قنوات تلفزيونية، لدينا تسجيلات ثابتة لها ولدينا بعد ذلك أناس متخصصون. ومن جمال العمل معنا أنه لدينا أيضا ضمن فرق الرصيد يتحدثون عدة لغات، اللغة الفارسية اللغة الإنجليزية، فأيضا حتى الناطقة بلغات أخرى استعدين بأنه نحلل محتواهم. هذا الدستور العراقي أقرها والهيئة نفذتها، ولكن من يكون لك برنامج ويصدر للجمهور أكو معايير أنت موقع عليها كإعلامي وكمؤسسة إعلامية يتم رصدها، فقد تكون هنالك مخالفات. فأولا عندنا إجراءات شفافة، بالتالي ماكو إنسان ما يخطأ، فبالتالي إحنا كمؤسسة تقوم العمل، يبدي بالتنبيه الشفوي والتنبيه التحريري والإنذار، وتصل إلى إغلاق المؤسسة المسيئة إذا أصرت. ما وصلنا لحد الآن إلى هذه الأمور، وتصل أحيانا إلى إيقاف البرنامج بعد نشره وعرضه، مثلا إذا يتنافى مع قوانين وسلوك البث الإعلامي يتم إيقافه وفق قوانين الهيئة النافذة. فلذلك هو هذا ضمان لأن يكون البرامج والمنتج الإعلامي يتناسب مع الدستور العراقي، مع العائلة العراقية، مع النسيج الاجتماعي، مع مفاهيم الدولة وفق دستورها، وهذا ما تضمنه الهيئة. في الزيارة الأربعينية يتم التكثيف على الرقابة ومتابعة المحتوى الإعلامي. شكرا لك أستاذ. تخيلوا كربلاء بدون إعلام، تخيلوا ماكو أي صورة عن كربلاء. والأكثر من هذا، إذا تشوفون بمحركات البحث تكتبون كربلاء راح تشوفون كل شيء بيها، وراح تشوفون الزين وأكيد ما راح تشوفون الموزين، لأن الإعلام سلاح ذو حدين، لو يخليك تصعد فوق لو يخليك تنزل جوا. وبالتالي هذه كانت رسالتنا اليوم، أنه الإعلام لابد الاهتمام به، ولابد من أنه ندعم جميع الإعلاميين مو فقط المحليين. واليوم شفنا واحدة من أهم الكواليس بإنجاح زيارة الأربعين، لو ما وجود الإعلام والإعلاميين ودعمهم من قبل، ما راح أقول الحكومة، من كل الجهات، حتى لا تحسب علينا ولا تحسب لأطراف معينة، لكن تحسب بأنه العراق لينجح بالزيارة الأربعينية بسبب أهله وناسه. كربلاء بلا إعلام، شنو اللي يصير؟ سؤال كلش مهم أستاذ أمير الحقيقة. يعني كل ما نشاهده الآن من خطة أمنية، خطة خدمية، خطة صحية، خطة نقل، أهل المواكب وأصحاب المواكب وتقديم الخدمات، لولا عدم وجود الإعلام، نتكلم باللغة الدارجة، لا إعلام ماكو، هذه الخدمات تكون غير منظورة. لابد للعالم أن يعرف ماذا يدور بهذه البقعة المباركة. زينب عليه السلام لولا رسالته الإعلامية لما وصلت قضية الإمام الحسين، إنه إحنا نتأثر بها وننقلها للعالم والعالم يتأثر بها. الإعلام شيء مهم، وما ممكن لأي شخص اليوم ينكر وجود الإعلام وتأثيره على الأشخاص، باعتبار إحنا دائما أشخاص يعني نميل بطريقة أو بأخرى إلى الأشياء المرئية اللي نشوفها نشاهدها نتفاعل وياها. ولا إعلام يغطي ولا صورة تنقل عن كربلاء. انقطعت الرسالة الحسينية. شنو الصورة اللي رأيتها؟ الصورة بأنه واضحة أنه الآن كل العالم يعرف أنه هناك زيارة مليونية غير طبيعية في كربلاء. أي حدث اليوم لا يغطى إعلاميا حكمه حكم العدم، عدم الوجود. لذلك إذا أردت أن تخلد حدثاً ما يجب أن تعمل على توثيقه وتقديمه للناس.